السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشتركاتي الكريمات، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وبصحة جيدة. أولا أشكر كل من انضم إلى هذه القناة، ونشكركم ثانيا على الثقة اللي وضعتها فيها وعلى تعليقاتكم والإعجابات اللي خليتها لي في أسفل الفيديوهات. فيديو اليوم هو عبارة عن ليكات للبنات من سن 16 عام فما فوق. انا استعملت في هذه الليكات هذا النوع من القماش، فيه الاحرف وورود. انا شريت مترين من هذا القماش، كذلك استعملت فيه ولا راني غادي نستعمل فيه هذا النوع من الازرار، لان هذه الليكات تجي مفتوحه من جهه الامام، وكذلك تجي فيها قصه عند الخصر ومفتوحة من الجانبين. إن شاء الله فيديو اليوم يعجبكم، ونمشي إلى طريقة التفصيل. إذا أخواتي نبدأ على بركة الله طريقة البصالة. عندنا هاد الليكات، أنا ندير هاد الفوقاني وحده والأسفل أو مفصلة الروحة. إليكم القياسات. عندنا هنايا في جهة الأمام غادي ندير الأزرار أو القفايل، يعني نخلي لهم المكان تاعهم. أنا هنايا خليت 6 سنتيم تاع حق الأزرار، وعادا بدي ندير القياسات. نرسم من لهنا ندير 6 سنتيم كاع هذا الطول، نرسم خط، بعد نقوم بأخذ القياسات. عندنا هنايا عرض الظهر 20 سنتيم، هنايا من لهنا 20 سنتيم بلا ما نحسبو 6 سنتيم، يعني مع 6 سنتيم تولي 26 سنتيم. يعني عرض الظهر 20 سنتيم وندير نقطة. وانا اخذت هنايا 8 سنتيم تاع حردة او حق العنق والرقبة، 8 سنتيم، ونزلت من لهنا ب 3 سنتيم وندرت نقطة، ونقوم برسم هذا الخط المائل تاع ارتفاع الكتفين. عندنا التركيز هنايا انا خديت 24 سنتيم وعملت خط هنايا، يعني من اعلى نقطة في الكتفين الى هاد النقطة 24 سنتيم. وناخدو الان مقاس عرض الصدر، عرض الصدر 28 سنتيم بلا ما نساو حق يعني قلت القفايل او الازرار 6 سنتيم، هذه ما نزيدوش نحسبوها، راها رانا خدينا العبار تاعها. نحسبو من 6 سنتيم لهنايا عندنا 28 سنتيم، هذا عرض الصدر. هنايا نهبط من اعلى نقطة في الكتفين الى الخصر ب 40 سنتيم ونعمل نقطة، وناخذ مقاس الخصر. هنايا عندي ندخلو بسنتيمين على حق او على عرض الصدر، يعني هنا 28، وندخل ب 2 سنتيم تولي 26، يعني دوران الخصر، ونعملو خط. هادو هما قياسات الجهة العلوية لهاد الليكات. هنايا التركيز نرسمو هاد النقطة نتاع دوران الصدر ونلاقيو مع التركيز بهاد المنحنى. وبالنسبة لجهة الأمام ندخل بإثنان سنتيم أو واحد ونصف سنتيم في منتصف. هنايا عندي منتصف 24، عندي منتصف 12، ندخلو بواحد ونصف أو 2 سنتيم ونعملو هاد الميلان. هنايا حردة الإبط تاع الأمام دائما تجي ناقصة على تاع الخلف. انا هنايا درت القماش على 2 من جهة الطول باش نخلي الفتحة تاع الامام، وثاني على حساب اشكال الحروف. اذا انا نقطع هذا الامام ونفصل الخلف، كي نجي نفصل الخلف يعني نلغي هاد 6 سنتيم وندير هاد الخط على طيز القماش. تبعوا معايا نوريكم كيفاش نفصلو الخلف. انا نقص ومن بعد نوريكم كيفاش نفصل الخلف. بالنسبه للخلف هذا هو فصله الخلف. انا نوريكم الطريقه هنايا باش يبان لكم هنا فوق هذا الابيض. انا هاد 6 سنتيم راني دلتها من حساب تاع الامام،
وكبتها انا بليزيبانك ودرت هكا يعني في طيت القماش وضعت هاد السطر الامام على هذا الشكل ورسمت الشكل الظهر وخرج على هذا الشكل. هنايا انا لغيت 6 سنتيم ووضعت الباترون الامامي على القماش عاد وفصلت الظهر. ان شاء الله تكونوا فهمتوا الطريقه باش يخرج لكم هنايا الظهر على في طيه القماش. انا نقص ثاني الظهر ونمر الى طريقه غسله الجزء السفلي من الليكات. هنا اذا كما قلت لكم في الجزء السفلي تاع الليكات هنا نفصل بهذه الطريقه. طويت انا القماش على اثنين مع مراعاه ان الحروف تبقى على هذا الشكل مع الجزء العلوي لان هنايا ما عندناش القفايل في الجزء السفلي ما كانش القفايل هي تجي مغلوقه من الامام ومن الخلف. وهاد الليكات هنايا تجي في الجانبين مفتوحه مباشره فوق شويه فوق الارداف يعني من فوق الارداف الى اسفل هاد نعتبرها انايا مثل لاجيب تجي مفتوحه يعني من فوق الارداف بشويه الى الاسفل تجي مفتوحه من الجانبين. اذا كيفاش درنا انا جبت هاد الخلف وحطيته هنايا لانه توا هنايا مغلق ودرت العبار تاع الخصر. هنايا عندنا الخصر 26 سنتيم وهو 18 سنتيم من عند الخصر الى هذه النقطه باش نرسم عرض الارداف. عرض الارداف يكون دائما زائد 2 سنتيم على عرض السطر يعني هنايا 28 وهنايا 26 وهنايا 30 سنتيم. وعملت هذه النقطه وعملت هذا المنحنى هنايا يجي كما لاجيب او جيبا باللغه العربيه. من بعد من هنايا هوت مباشره بخط تقريبا مستقيم لان العرض نتاع الكتان ماشي حاجه كبيره يعني هنا من هنا عندنا 30 من اسفل اللي كانت عندنا 33 سنتيم يعني تقريبا تجي دغوات ما تجيش ايفازي. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. والطول تاع هاد لاجيب او الجزء السفلي درته انايا متر و 4 سنتيم يعني ناخذ حق الخياطه تاع الخصر والعطفه ولا جات شويه طويله نقص منها. هي في الحقيقه تجي طويله مثل الباس لكن مفتوح من الجانبين. ان شاء الله تكونوا فهمتوا شرح الجزء السفلي. هنايا في هذه المرحله غادي نفصلوا لا دوبلور نتاع الامام ونتاع الخلف. نطوي القماش على اثنين نديروا هنايا الحله من جهه الامام. هنا القماش محلول مفتوح وغادي نطويو هاد 6 سنتيم ما نحسبوهاش في لا دوبلور. اذا غادي ناخذوا هاد القيمه نتاع الرقبه مع هاد القيمه نتاع الاكتاف يعني ناخذوا من لهنا 3 سنتيم او 4 سنتيم ومن لهنا 3 او 4 سنتيم ونرسم وكذلك نتبع كاع هاد الجهه يعني من 4 سنتيم ومن 4 سنتيم الى غايه هذه ونرسم بالطباشير ونقص نقص طبعا الجهه او القماش اللي راه من تحت. بالنسبه للخلف كذلك نفس الطريقه راه من هذه الجهه راه القماش مطوي على اثنين ونعملوا الباترون تاع الخلف ان شاء الله يكون واضح. نعملوا الباترون تاع الخلف ونرسم هنايا حق الرقاب حق العنق حق العنق وكذلك هنايا عند الاكتاف وناخذ نفس القيمه يعني من 3 حتى 4 سنتيم ونعمل خط هنايا على حساب لا دوبلور نتاع الامام والخلف. انا دوك نرسم ونوريكم النتيجه كيفاش تكون. اذا اخواتي هذه هي لا دوبلور نتاع جهه الامام وهذه لا دوبلور تاع جهه الخلف. هنايا جهه الامام هنايا كي نوصلوا هنايا لهاد البلاصه
او المكان، نزيد 1 سنتيم باش من بعد نخيطوه مع 6 سنتيم اللي راه عندنا هنا مخفيه، باش لما نجيو نخيطوا الاكتاف تجي الخياطه او القياسات مضبوطه. في الخياطه دوك تفهموا المعنى تاع هذا الشرح، ان شاء الله يكون هذه المرحله واضحه. بالنسبه للاكمام تجي على هذا الشكل. هنايا طول الاكمام درت 17 سنتيم والعرض درت 19 سنتيم. الطريقه راهي تجبروها في صندوق الوصف، نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، لاني راني درت طريقه تفصيل الاكمام في الفيديوهات السابقه.